تعال أقولك إزاي الطريقة الصحيحة اللي تستخدمي بيها الأكريتين. أولا، أنت لو هتستخدميه لعلاج حبوب الشباب ما ينفعش غير تحت إشراف طبيب، ولازم يكون هو اللي وصفه لك عشان يبقى مناسب لحالتك. لكن أنت لو هتستخدميه لتجديد البشرة ولمنع التجاعيد، تجديد الخلايا، تعال أقولك بقى في الحالة دي هتستخدميه إزاي عشان تستخدميه بطريقة صحيحة ويجيب المفعول اللي أنت عايزاه. أول حاجة، أنت لازم تكوني غسل وشك قبلها بحوالي ساعتين أو ثلاثة، مش تغسليه على طول بالغسول بتاعك وتروحي حاطة الكريم، لا، لازم تكوني غسلاه قبلها بمدة، وبتاخدي كمية صغيرة قوي قد دي. شايفة الكمية دي قد ايه اللي انا خدتها على صباعي؟ وطبعا انت لو بتستخدميه لأول مرة لازم تعملي اختبار حساسية، وده بينطبق على اي كريم تشتريه. اي كريم لأول مرة تستخدميه لازم تجربيه على حتة صغيرة بعيد عن الوش خالص، ممكن في الرقبة من ورا، وتاخدي حتة صغيرة وتجربيه. دي حتة صغيرة دي هتنفع لك لوشك كله مش اكتر من كده. وهتعمليها ازاي بقى؟ هتجيبي على منطقة الجبهة هتحطي نقطة صغيرة، وعلى الخد من هنا ومن هنا، وعلى الانف وعلى الذقن. اللي يتبقى بقى منك بعد ما توزعي على وشك كله هتوزعيه وتعمليه في حركات دائرية بطبقة خفيفة، وتتجنبي حوالين منطقة العين تماما. بصي هتعمليه كده وهتتجنبي منطقة العين تماما، وتوزعي كويس وعلى الخدود، واللي يتبقى بقى خالص في ايدك هو ده بقى اللي هتيجي بيه عند منطقة ايه حوالين الفم كده، تبعدي تماما عن جنب الشفايف، اوكي، وتوزعي الباقي اللي في ايدك على اورتك كلها ومنطقة الرقبة ما تنسيهاش، وحوالين الشفايف دي تبقى اقل كمية ممكنة، اوعي تكتري في المنطقة دي عشان هتعمل معاكي العكس، هتغمقها. طب يتحط كل قد ايه بقى؟ يتحط هي مرة واحدة بس في الاسبوع علشان تجديد الخلايا وتجديد البشرة وتخلي وشك يبقى شكله منور. اول مرة تستخدميه ما تسيبوش على وشك اكتر من ساعة، والله وشك ما حصلش فيه اي حاجة، ما حسيتيش ان هو بيحرقك او كده، خلاص يبقى المرة اللي بعدها اللي هي الاسبوع اللي بعده ممكن تبيتيها من بالليل للصبح، بس الصبح لازم تغسلي كويس جدا، ولو عندك غسول من المقشر يبقى حلو جدا معي، ما عندكيش هو الغسول بتاعي ما تجربيش تستخدمي حاجة تانية معاه في نفس الوقت عشان تبقى عارفة تأثير ايه. يعني لو هتجربي حاجة جديدة ما يبقوش حاجتين جداد بتستخدمهم مع بعض كده، مش هتقدري تحددي مين المفيد ومين الضار. سلام، هتوحشوني واستنوني في معلومات تانية جديدة مفيدة ان شاء الله هتعجبكم، ونصيحة من كيميائية اسمعيها وحلقة فودنك حطيها، واللايك اوعي تنسيها. سلام، هتوحشوني.